من ضمن الأخبار المهمة اللي احنا حابين ننتقل ليها فكرة أو منتدى شباب العالم أطلق خلاص نسخته الخامسة اللي هتقام في شرم الشيخ، لكن الاختلاف في هذه النسخة حقيقي اختلاف رائع ومتحضر. منتدى شباب العالم الخامس قرر إن بسبب الأزمة الاقتصادية اللي العالم كله بيعدي بيها، كل الأموال أو كل الأموال السبونسرشيب اللي بتيجي الرعايات هيحاولوا إن هم يجمعوها ويعملوا بيها مشاريع، يشتغلوا فيها في مشاريع. الأول كان المنتدى أو الأفكار بتيجي بيناقشوا أفكار وبيعملوا أفكار، لا دلوقتي مش هيناقشوا أفكار جديدة، دول هينفذوا الأفكار اللي هتتعمل أو اللي كان معروضة قبل كده في منتديات أخرى، هيبتدوا ينفذوها بفلوس الرعاية اللي جاية، ودي في حد ذاتها حاجة كبيرة جدا جدا جدا. فكرة رائعة إن إدارة منتدى شباب العالم تقرر إنها مش هتطلق النسخة الخامسة زي العادة من منتدى الشباب، علشان الفلوس زي ما قالت مفيدة تروح لمشروعات حقيقية. فعلشان كده لفتت الانتباه، الفكرة دي حلوة جدا لأنها رعت المتغيرات بالظبط العالمية كده، على أن يتم توجيه العوائد دي ل حاجات مخصصة، لمثلا حياة كريمة، مشروعات أخرى، من ضمن مبادرات التعليم، تنموية هامة لها التعليم تأثير مباشر على المواطنين. واللاجئين، فكرة تمكين اللاجئين ودخولهم في المجتمع اللي هو موجود فيه ودخولهم للتعليم في أي مجتمعات هو موجودة وتحسين مستوى المعيشة بتاعهم. الموضوع يستحق مننا الاحترام، يعني يستحق مننا إن احنا نحترم فكرة المنتدى السنة دي، لأن بجد فكرة إن أنا أبقى جزء من عالم، من مجتمع، ده حاجة مهمة جدا، ومبقاش منفرد بأن العالم يضرب يقلب وأنا بشتغل حاجة تانية. كون احنا دخلنا جوه المشاكل اللي بتعاصر العالم كله دي حاجة، ونبتدي ناخد خطوة إيجابية في ولو بسيطة في حل مشكلة من المشكلات دي، من ضمن الحاجات المهمة اللي بنشكر القائمين على الفكرة دي بجد. من المشروعات المقرر تنفيذها كمان اللي هو ما يتعلق بمجال ريادة الأعمال والأمن الغذائي والصحة النفسية وغيرها من المشروعات التنموية الخدمية للمجتمع. كمان المبادرات اللي تم الإعلان عنها وإطلاقها ضمن المحاور الرئيسية الثلاثة بالحوار الوطني سياسي واقتصادي ومجتمعي، علشان يشاركوا الأفكار المؤثرة على حياة المواطنين والشباب داخل وخارج مصر.